الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من امراض العصر اللي احنا عايشين فيه مرض القلق، كل قلقان. في لوقا اصحاح 12 وعدد 29 ربنا يقول لنا: فلا تطلبوا انتم ما تاكلون وما تشربون ولا تقلقوا ولا تقلق. فدي وصية ان احنا ما نقلقش. دايما شعارين ان احنا مضطربين، بلنا مشغول بالهموم، زي ما ايوب في سفر ايوب اصحاح 7 وعدد 4 قال: اذا اضطجعت اقول متى اقوم، الليل يطول واشبع قلقا حتى الصبح. ولما اجي انام اقول امتى اقوم، لان الليل طويل وشبعان قلق حتى الصبح. وبالرغم ان ربنا قال لنا ما تقلقوش، ان زي ما قرينا في لوقا 12 عدد 29، انما احنا بنقلق. ممكن نقلق لاسباب صحيه، ممكن نقلق لاسباب عائليه، اسباب ماليه، اسباب اجتماعيه الى اخره. لكن تعالوا النهاردة نشوف ايه مواعيد ربنا وايه وعود ربنا اللي تساعدنا ان احنا ننتصر على المرض ده، مرض ده. وهتكلم معاكم على 7 وعود موجودين في الكتاب المقدس يساعدونا لو احنا فكرنا فيهم ان احنا ننتصر على المرض ده، مرض القلب. اول وعد إن ربنا بيعتني بينا، الله يعتني بينا. زي ما نقرأ في بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 7 يقول: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. أنا عايزك تفكر في كلمتين في الآية دي. أول كلمة كلمة كل، ربنا عايزني ألقي كل هم عليه، هموم مالية، هموم صحية، هموم عائلية، كل الهموم أرميها على ربنا. والكلمة الثانية هو، لأنه هو يعتني بكم. اللي بيعتني بي هو ربنا، وده وعد. ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب. ربنا وعوده صادقة. مين هو اللي هيعتني بي؟ مين هو ده؟ هو الله خالق السماء والأرض والبحر وما فيها. هو ربنا بكل الحكمة وكل القدرة وكل القداسة. هو ربنا اللي خلقني واللي أحبني وأرسل ابنه وبذله كفارة عن خطاياي. هو الإله الأمين في وعوده، زي ما نقرأ في كورنثوس الثانية إصحاح 1 وعدد 20 يقول: فهو فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا. يعني ربنا أمين وفي نعم، إن كان وعد بشيء يبقى نعم هو هينفذه. إذن لما يجيني اضطراب أو يجيني قلق أفتكر الآية دي: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني به. الوعد الثاني إن ربنا بيهتم حتى بالحاجات التافهة اللي احنا ما بنهتمش بيها. يعني كلنا مثلا لما بنيجي نسرح شعرنا بيقع شعر، ما بنهتمش بيه لو وقعت شعرة ولا اتنين. انما ربنا يقول: حتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة، في متى 10:30 يقول: ولا تسقط شعرة بدون اذن ابيكم. كان في حوالي 6 شرايط كاسيت مسجلاهم تصوني انجيل مرات ابونا بشوي كامل، فكانت بتحكي لما ابونا جاله الكانسر وابتدى ياخد كيموثيرابي وابتدى الشعر بتاعه يقع، فيعني تصوني انجيل صعب عليها وبكت وكان متضايقه يعني. فقال لها: انت زعلانه ليه؟ الشعره دي قبل ما تقع واخده اذن من ربنا، والشعره دي قبل ما تقع واخده اذن من ربنا، انت متضايقه ليه؟
في سفر دانيال لما رموا الثلاث فتية في أتون النار يقول لك إيه؟ فاجتمع الولاء ومشير الملك ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم وشعر من رؤوسهم لم تحترق. يعني حتى شعرة واحدة ولما ترموا في النار ما اتحرقتش. ربنا وعدنا ان هو محصي شعر رأسي، يبقى اذا هيعتني باموري الصغيرة واموري الكبيرة، يبقى اذا مفيش داعي للقلق. ان كان ربنا مفيش شعرة بتقع من غير اذنه، يبقى اكيد بيهتم بالحاضر بتاعي وبيهتم بالمستقبل زي ما اهتم بالماضي، بيهتم بيا وبأسرتي، بيهتم بكل أحوالي. فلما يجيني اضطراب أو يجيني قلق أفتكر وعد ربنا إن حتى شعور رؤوسكم جميعها محصن. الوعد الثالث هو إن ربنا وعدني إنه مش هينساني، مش هينساني. أحيانا إحنا نفتكر إن ربنا نسينا، زي ما داود النبي مرة قال له إلى متى يا رب تنساني كل النسيان. لكن ربنا يرد على داود في سفر أشعياء ويقول الكلمات دي في أشعياء 14 من عدد 16 لعدد 49، أنا واخد كام آية كده. فبيقول وقالت صهيون، صهيون دي النفس البشرية، قد تركني الرب ونسيني سيدي. أحيانا كتير نقول ربنا تركني وربنا نسيني، فربنا بقى بيجاوب بيقول هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. يعني حتى لو المرأة نسيت رضيعها ربنا مش هينسان. وبعدين يكمل يقول هوذا على كفي نقشت، من أخشين على كف ربنا. وعلى فكرة الآية مش على كف واحد، يعني لما تقروها بالضبط يقول هوز على كفي نقشتك، يعني على الكفين. ربنا ما قالش كتبتك، ليه ما كتبش؟ لو في كتابة ممكن كتابة تحصل لها إيه؟ بالغسيل تروح، لكن النقش لا يمحى بالغسيل. ف وإنت أو أنا بنمر في ظروف صعبة أو تجربة، أول ما يجيني فكرة أو الشيطان يقول لي ده ربنا نسيك، قل له لأ، ربنا وعدني قال إن نسيت المرأة رضيعها أنا لا أنساك. الوعد الرابع إن ربنا يملأ كل احتياجاتنا، كل احتياجاتنا. وبيملها حسب إيه؟ حسب كرمه، حسب غنية. نقرأ في فيليب 4 عدد 19 يقول فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناء في المجد في المسيح يسوع. يعني ربنا لما بيديني مش بيديني حسب ما أنا محتاج، لكن ربنا بيديني أكثر مما نسأل أو نفهم، يعطينا أكثر مما نحتاج. قال اعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا ملآنا فائضا يعطونا فيه أحضانكم. وبعدين لما بيقول يملأ إلهي يعني ربنا هيملأ كل احتياجكم. ربنا عارف أنا إيه اللي محتاجه، ومش بيملأ بعض من الاحتياجات لكن بيملأ كل الاحتياجات. يعني ربما احنا في خدمة اخوة الرب يقولنا ناس عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، للحقيقة مش نقدر ندفع كل ده، احنا ندفع البند الثاني والثالث والرابع وبس، مش نقدر ندفع اكتر من كده. انما ربنا ما بيعملش معنا كده، ما بيجيش يقول انا هدي لك بعض احتياجات والاحتياجات التانية لا. قال لا، يملأ الهي كل احتياجكم، كل احتياجكم. مش كده ربنا في العزة على الجبل قال لا تهتموا ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس؟ قال سببين، لأن هذه كلها تطلبها الأمم، ده السبب الأولاني، الأمم يعني غير المؤمنين،
والسبب الثاني وأن الله يعلم أنكم تحتاجون هذه. ربنا عارف شو اللي خلقنا، هو عارف ان احنا محتاجين ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس. عشان كده قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها كلها مش جزءها، جزء منها كلها يزاد لكم، يزاد يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه، بحسب غناه، لأنه يعطي بسخاء، لأنه الغني، زي ما بقول في حج 2 عدد 8 لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود، للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. فأوعى إيمانك يتهز لو دخلت في ضيقة مالية، افتكر الآية دي إن ربنا يملأ كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. أما الوعد الخامس إن إلهي هو إله العصفور الخامس. يعني إيه إله العصفور الخامس؟ ربنا أكتر من مرة قال أنتم أفضل من عصافير كتيرة، ما حدش رحها لنا، فقال لنا أليس عصفوران يبعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم، فلا تخاف أنتم أفضل من عصافير كثيرة. العصافير دي اللي موجودة على الشجرة مفيش واحد منها بيقع من غير إذن ربنا. وبعدين راح قال مرة تاني، قال أليست 5 عصافير تباع بفلسين؟ يعني مرة في متى قال عصفوران يبعان بفلس، وفي لوقا قال 5 عصافير تباع بفلسين. طيب لو العصفورين بيتباعوا بفلس، يبقى فلسين يجيبوا كم عصفور؟ يجيبوا 4. يبقى لما قال 5 عصافير تباع بفلسين يبقى في واحد ايه؟ فور فري. يعني لو اشتريت 4 عصافير تاخد عصفور على البيعة. العصفور البيعة ده يعني ملهوش تمن، ملهوش تمن، عشان كده الراجل بيديهولك ببلاش، ملهوش تمن في عيون الناس. انما حتى العصفور اللي ملهوش تمن ده ربنا قال وواحد منها ليس منسيا امام الله. يعني حتى العصفور الذي لا قيمة له ربنا بيهتم بهذا العصفور. فان كان ربنا بيهتم بالعصفور اللي ملوش تمن، طب احنا تمنا ايه؟ بطرس الرسول يجاوب ويقول اشتريتم لا بفضة ولا بذهب ولا بحجر كريم، بل اشتريتم بدم ذكي، دم كريم، دم حمل بالعيب، دم المسيح. قارن بقى في واحد تمنه دم المسيح وعصفور ملوش تمن ملوش قيمة، العصفور ده ربنا بيهتم بيه، يبقى معقولة مش هيهتم بالاشتراك تمه اللي بذل دمه عشان يفدينا وينقذنا؟ فما تضطربش وما تقلقش، ربنا استحالة ينسى أولاده. الوعد السادس إن ربنا رفيقنا في رحلة حياتنا، الرب رفيقنا في رحلة حياتنا. من الآيات المعزية قوي تقروها في أشعية 43 من عدد 1 لعدد 3، يقول لك إيه؟ هكذا يقول الرب خالقك، لا تخف لأني فديتك، ما تخافش، ده أنا فديتك، ده أنا اشتريتك بدمي، دعوتك باسمك. يعني إيه دعوتك باسمك؟ يعني ربنا عرفنا واحد واحد بالاسم. يعني احنا احيانا ممكن لو ابونا ولا سيدنا ناسي اسمي، يعني ابونا عارفني بالشبه كده او سيدنا عارفني بالشبه مش عارفني بالاسم. لما بحس اني انا معروف بالاسم خلاص يبقى هو عارفني. مش كده ربنا قال دعوتك باسمك، انت لي، انت ابني، انا عارفك وعارف اسمك وعارف ظروفك وعارف احتياجاتك وعارف أحوالك. بعدين يكمل يقول إيه؟ إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلزع، واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك. فهنا ربنا بيقولك في أي مرحلة في مراحل حياتك أنا معك.
لو في المية أنا معاك، ولو في النهر أنا معاك، ولو في النار أنا معاك، في الصحراء أنا معاك. عشان كده داود يقول وإذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. فربنا هو رفيقنا في رحلة حياتنا. مهما دخلت في أي نوع من أنواع التجارب أو أي نوع من الضيقات، ربنا موجود معانا. وعد ربنا الثمين ده إن هو موجود معانا في كل ظروف حياتنا، ده يطمننا. زي ما بيقول في سفر أشعياء، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلص. الوعد السابع إن ربنا هو إله كل عمري. يعني مش إله بس إلهي وأنا صغير أو أنا شاب، لا، ده تقرأ في أشعياء 46 عدد 3 وعدد 4 يقول اسمعوا لي المحملين علي من البطن. يعني المحملين؟ يعني أنا شايلكم وانتوا لسه في بطون أمهاتكم، أنا شايلكم وبعتني بيكم وانتم لسه أجنة في بطون أمهاتكم. المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم، وإلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل. يعني ربنا شايلنا من واحنا أجنة في بطون أمهاتنا لغاية آخر نفس في حياتنا، إلى الشيبة وإلى الشيخوخة أنا أحمل. قد فعلت وأنا أرفع، أنا أحمل وأنجي. ده وعد ربنا في داود النبي في مزمور 71 يقول له لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي. اوعى رب تسيبني اول ما اكبر كده وعجز وتتخلى عني. فربنا يقول له لا، ده من المحمولين من الرحم، والى شيخوخه انا هو، والى الشيبه انا احمل. عشان كده يرجع داود النبي ويكمل ويقول ايضا الى الشيخوخه والشيب يا الله لا تتركني حتى أخبر بذراعك الجيل المقبل وبقوتك كل آت. فربنا بيحملنا في كل حياتنا، في كل مراحل حياتنا، زي ما نقرأ في أشعياء 26 وعدد 3 ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل. لما نفتكر السبع وعود دولت، مهما حصل الإنسان مش مفروض يفقد رجاء. ممكن واحد يقول الكلام ده كلام مخدر يعني، لكن في الحقيقة احنا بنخش في ضيقات، والحقيقة احنا بنخش في تجارب تبقى ضيقات صعبة. ربنا ما وعدناش انه ممكن يخرجنا من كل ضيقة نمر بيها، لكن وعدنا ان يكون معانا في الضيق. يعني العذر والغني، ممكن واحد يقول لي طب ازاي ربنا انقذ العذر؟ لا، ربنا كان موجود مع العذر طول الضيق. اي نعم ما شافش راحة في الارض، لكن شاف الراحة فين؟ في الابدية. عشان كده برضه عشان نفهم وعود ربنا لازم نضع الابدية في حسابنا. يعني ربما واحد طول حياته على الأرض زي العازر تبقى ضيقات، بس ما نقدرش نبص للحياة دي على أنها حياة الإنسان كله. لو قصة الغني والعازر انتهت بموت العازر وموت الغني وبس، دي قصة مأساوية. إن واحد عاش حياته على الأرض كلها في تعب وجوع ومرض، واحد تاني عايش في تجبر وكبرياء وغنى وقساوة قلب. لكن لما نقرأ بقية القصة إن العازر بيتنعم ويتعزى، والغني لأنه كان قلبه قاسي فبيتعذب، هنا نشوف العدل ونشوف إن إزاي
الأمور وعود ربنا فعلا وعود صادقة. مفيش إنسان ربنا سابه يتعب ويتألم على الأرض إلا ربنا أنقذه. في منهم ربنا أنقذهم على الأرض زي قصة يوسف الصديق، دانيال والثلاث فدي. وإنما في ناس ربنا ما أنقذهمش على الأرض، أنقذهم في السماء زي العازر، زي أطفال بتلحم، وأمثلة كتير. لكن ربنا وعد إن حتى لو على الأرض لن ينقذني من الضيقات اللي أنا بمر بيها، لكن موجود معايا. ادعني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. ربنا هيديني السلام اللي يخليني أقدر أحتمل الضيق وأقدر أحتمل التجربة. طب نختم بتدريب. أجمل تدريب علشان نتخلص من القلق ما ذكره بولس الرسول في فيليبي إصحاح 4 عدد 6 و7. الآية بتقول لا تهتموا بشيء، بس الحقيقة الترجمة السليمة هي لا تقلقوا لشيء أو لا تضطربوا من أجل شيء. حتى بالإنجليزي be anxious for nothing، مش don't care about anything. فلا تهتموا الترجمة السليمة يعني ما تعولش هم شيء، ما تبقاش مهموم بشيء. ده معنى الكلمة، لا تهتموا بشيء. طب يا رب ولستة الهموم اللي عندي أعمل فيها إيه؟ قال لك بل في كل شيء، كل نقطة أنت قلقان منها، بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. بدل ما أنت قلقان عرف ربنا، قل يا رب أنا قلقان من أجل الموضوع ده ومن أجل الموضوع ده، من أجل ده، من أجل ولادي، من أجل أمور الصحية، من أجل أمور المالية، من أجل ظروف العائلية. عرف ربنا. أي نعم علي دور، هعمل الدور اللي علي، لكن في الآخر بطلب ربنا أن يبارك في الدور الصغير اللي أنا بعمله ويكمل. طب إيه اللي هيحصل؟ قال وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لما نرمي همنا على ربنا، سلامه الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ياما في الخدمة بنشوف ناس بسطة وناس عندهم أمراض وناس مجربين تجارب شديدة، ولكن لأن هم رمين همهم على ربنا عايشين في سلام، ويبقى الواحد كده يعني إنجاز التعبير بيحسدهم على السلام اللي موجودين فيه، لأن ربنا مالي قلبهم. وزي ما ربنا قال سلامي أنا أعطيكم، سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. اللي يختبر سلام ربنا ده يختلف عن سلام العالم. ربنا يعطينا دايما كده نحن نكون مطمئنين وفرحانين وقلبنا مليان بالسلام ومليان بالبركة. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.